كلنا متفقين ان مفيش نهضة من غير تعليم وعلم. مش هنخطي خطوة لقدام غير لو حطينا كل همومنا وكل اهتماماتنا وكل تركيزنا في العلم وفي التعليم. عشان كده احنا رحنا للمركز القومي للبحوث وتشرفنا بلقاء دكتور اشرف شعلان، راجل متفتح، راجل عنده احلام بيحققها وحقق جزء منها. قابلنا علماء حاجة تفرح برضو، يعني من اللي هم ايه، واحد واخد دكتوراه من امريكا وحب يرجع يخدم بلده، من اللي شايف ان في امل وبدا يربط مع المصانع ويعمل حاجه، يعني في حراك. الراجل نفسه بيقول ان في حراك حقيقي. انا يعني فخور واتمنى ان فعلا كلنا نبدا نبرز الجزء ده من عندنا، ان احنا ممكن نربط قطاع البحث العلمي بقطاع الصناعه، وده هيكون اهتمامنا في الفتره الجايه وهنشوفه دلوقت في كلام مسؤول. كلام مسؤول. معانا ضيفنا النهارده دكتور اشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث. بنرحب بحضرتك دكتور اشرف. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. البحث العلمي في مصر اخباره ايه؟ حصل فتره طويله ان ما كانش فيه اهتمام قوي بالبحث العلمي، ولكن الباحثين شغالين. الاهتمام العام في الدوله ما كانش على القدر الكافي. الفتره دي عملت تاثيرات سلبيه ما زلنا بنعاني منها لغايه دلوقتي. يجب أن أعترف بذلك. أنا قريت الموازنة أو اطلعت على الموازنة العامة وصدمت من رقم ميزانية البحث العلمي في مصر. كم ميزانية البحث العلمي في مصر؟ ما حدش يقدر يحددها فنان بالشكل اللي حضرتك السهل ده، لأن بيخش فيها البحث العلمي في الجامعات اللي مرتبط بالتعليم، فده برضو ما هو لا يعني عاد تقدرها الواحد في المئة احنا عايزين نوصل له ده كام؟ حسب حاليا كام؟ حاليا احنا بنتكلم يعني في احسن الفروض 8 من 10%، ولكن 8 من 10% ديت يعني قد يكون فيها نوع من انواع عدم الدقه قوي، لان داخل فيها مرتبات، وبتاخد المرتبات نسبه كبيره جدا من هذه الاموال، وده مش المفروض ان احنا نحسبه، لان المرتبات ديت ما هياش تدفع البحث العلمي بمعامل ولا بكيماويات ولا بمستلزمات تشغيل للبحث العلمي. في نفس الوقت ان البحث العلمي متناثر في وزارات عديده. في مصانع بتيجي لحضرتك مثلا تقول لك انا عندي المشكله الفلانيه دي حلها لي او شوف لي ليها حل، ولا ما فيش وسيله الاتصال؟ ولكن اقل القليل. ويعني موجود حاليا مثلا عندنا بعض الاختراعات في مجال النسيج، وتم الاتصال بالمصانع وبالجهات المستفيدة، مش بس بالمصانع. مثلا عندنا نسيج يقدر يموت البكتيريا من غير تعقيم. فحضرتك لما بنعمل مين مثلا سراير المستشفيات، الجونات بتاع العمليات، ملابس الأطفال اللي هم مش عاوزين نخليهم يتعرضوا للعدوى الكتيرة وخلافه، الحاجات ديت مفيدة جدا جدا. التكلفة الإضافية على النسيج العادي اللي غير معالج تكلفة بسيطة. حتى هذه اللحظة التسويق بتاعه متعثر. الغلط عند مين؟ هل المركز لا يجيد تسويق منتجاته؟ شوف حضرتك، هو ما اقدرش اقول ان الغلط في حته واحده، زي ما قلت لحضرتك الغلط في شقين. الشق الاول البيئه اصلا، الثقافه بتاعه المجتمع، من ثقافه الاستفاده بالبحث العلمي اصلا. يعني في الدول اللي استفادت بالبحث العلمي جيدا، كل رجال الصناعه قاعدين مستنيين ما يفرزه رجال البحث العلمي. ده في مصر مش موجود. الجزء الاخر بقى، ايه المميزات اللي ممكن يخلي رجل الصناعه يجري وراء هذه الأبحاث بدلا من استيراد الأفكار الجاهزة وتطبيقها في مصانعه بخطوط إنتاجها بالخبراء اللي بيشرفوا على خطوط هذه الإنتاج؟ إن أنا بديله إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية إذا كانت الصناعة بتاعته قائمة على بحث علمي تم توليده في جهة مصرية أيا كانت، حكومية أو غير حكومية، وإن هو أقام هذه الصناعة على نتائج هذه الابحاث. قريب قوي بعت براءه اختراع، وانا كنت وانا ببيع براءه الاختراع دي اول مره اتباع براءه اختراع في مصر. هي حاجه جيده، في العالم كله بيحصل بيع لبراءه الاختراع، ولكن وانا ببيع براءه الاختراع ديت انا كنت اكاد ابكي، لان انا مش عايز ابيعها، انا عايز استثمرها. تفيد منها، استثمرها، اعمل بيها شركه، والشركه ديت تفيد المؤسسه، تدخل لي دخل زياده، اقلل الاعتماد على الدوله، او ازود المصاريف البحثيه على الكيماويات اللي ممكن بعد كده توصل لي الى ابحاث جديده ليها نتائج. ايه الحافز قدام الباحث المصري انه يعمل الاختراع حتى هذه اللحظه؟ مفيش حافز قوي.
احنا عندنا دايما انطباعنا ان الباحث في مصر ده راجل يعني حظه سيء انه اشتغل في موضوعه وماديا مش مرتاح وبيعامل معامله لا تليق بيه كعالم، فبالتالي لما بيكتشف حاجه بيجري يروح يعملها بره. لا يعني لو كان الامر بيدي لكنت خليت يعني راس مثلا المرتبات او الحد الاقصى للاجور في مصر للعلماء. النص الاول من كلام سيادتك صح، هو احنا الباحث العلمي في مصر بيشتغل تحت ظروف قاسيه من كل الوجوه، ولكن حينما يتوصل الى شيء ما بيبقاش هدفه انه ياخده ويطلع بره مصر، على العكس هدفه انه يطبق هنا. الباحث الهاوي بقى اللي بيخبط على مركز البحوث معاه اختراع التوك توك الطائر والوحش المصري اكيد بتعانوا من الكلام ده. بص حضرتك في سنة وفي نفس الوقت ممكن في وسط ألف واحد الاقي واحد فيهم فعلا جات معايا يعني. بالظبط بالظبط بالظبط. ايه المعيار بقى؟ من سنة ونص انشأت مكتب سميته مكتب تنمية الافكار الابداعية، فكرة جديدة خالص برضو. انا عندي واحد زي ما حضرتك بتقول كده قد يكون طالب، قد يكون خريج احدى جهات علمية، قد يكون ولا ده ولا ده سباك، بس عنده فكرة ابداعية. طب هل الفكرة ديت صح علميا ولا مش صح، قابلة للتطبيق ولا غير قابلة للتطبيق، اقتصاديات تطبيقها ايه؟ هو ما يعرفش الكلام ده. فبيجينا بنمسك الفكرة دي نقعده مع مختصين من خلال هذا المكتب. المختصين بيدرسوا الفكرة ويقولوا اه والله الفكرة دي يا اما جيدة وقابلة للتطبيق الفوري، يا اما الفكرة دي لا ده ناقص لها حتة بحثية يجب ان تستكمل، هتاخد لها سكة وندخلها فيها، او الفكرة دي غير علمية وغير صحيحة او لن تؤدي الى منتج جيد، فديت المفروض انها تؤد من مهدها. المقولة اللي بتقول ان العقول المصرية هي الـ الاكثر عبقرية في العالم في البحث وفي الطب، وده واقع زي دكتور مجدي او دكتور مصطفى السيد، اذا اتيحت لها البيئة المناسبة، كلام ده صح؟ صح معمليا صح؟ صح 100%. احنا السيستم عندنا يعني لا يفرز هذا، ولكن إذا وضعت هذه العقول في سيستم يفرز هذا بنتسيد العالم في هذا الموضوع. أنا دكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والبرنامج مفتوح لأي موهبة أي عبقرية أي بحث مفيد للمجتمع، احنا جاهزين وفي انتظارك. هننتظر حضرتك بالوعد اللي حضرتك قلته، هننتقي ما هي يعني من الابحاث اللي خلصت تستطيع التطبيق العملي الفوري ويكون لها دراسه اقتصاديه مجديه لتوصل مع حضرتك للبرنامج لرجال الصناعه. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. دكتور تامر حموده اخصائي او الباحث بالمركز القومي للبحوث، اهلا وسهلا دكتور تامر. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم. دكتور اديني فكره كده جوله، يعني احنا فين في البحث العلمي او ايه اختراعات اللي ممكن افاجئ بيها الناس دي موجوده في مصر يا جماعه؟ من الاتجاهات اللي احنا بنشتغل عليها حاليا هي الاتجاهات الحديثه في المنسوجات او في الاقمشه، وهي بتختلف عن الاتجاهات التقليديه المتعارف عليها. النهارده عالميا بقى القماش بيخش في صناعه الطيارات وفي صناعه الصواريخ وفي صناعه العربيات، لانه اتضح انه بيؤدي مميزات وخصائص بتنافس مثيلتها في الحديد، بس طبعا ما بيبقاش في صوره القماش العادي التقليدي. طب فرجنا بقى دكتور، احنا عايزين نخش في الموضوع على طول. نبص على حاجه زي كده، دي ماده دي انا بالنسبه حسب فهمي دي سيراميك، دي حاجه جامده. ده قماش كربون فايبر معالج بمواد كيماويه مختلفه. طب نوريها للكاميرا معلش. الماده او المركب النهائي او الماده الموجوده معانا ماده بتماثل الحديد في القوه وبتزيد الثلاث لاربع مرات في قوه الحديد او ازيد من الحديد. اقوى من الحديد باربع مرات بالظبط، وهي اصلا مصنوعه من قماش، اساسها قماش، وفي نفس الوقت هي اخف من الحديد ست سبع مرات. من الحاجات اللي ابتدينا نشتغل فيها حاليا ان احنا نبتدي نشتغل خامات طبيعيه زي ده. ايه بقى اصلا دي؟ في البدايه دي عباره عن قماش مصنوع من القطن. عملنا يعني دي هي دي هي دي بالظبط دي هي دي بعد المعالجه بنقدر نعمل منها بيمز زي البيمز اللي هنا يعني شبه كمر الحديد او كمرات الحديد اللي بتستخدم في الجمالونات او بالزبط. في الحاجات اللي كده. الميزه في هنا ان انا بقدر اعمل كاستمايزيشن او تصنيع على حسب المواصفات اللي انا عايز. لو انا عايز كمرة حديد او تماثل حديد بيستخدم في عمارات، بقدر استخدم بدل الخامات الطبيعيه، اقدر استخدم خامات زي الكربون فايبر او الجلاس فايبر.
عايز حاجه تبقى بديل الخشب ببتدي انزل في المواد اللي انا بستخدمها بحيث ان انا اقدر اصنع. طب هل التكاليف اقتصاديه يعني ده اوفر ولا اغلى؟ ده اوفر طبعا من الحديد كتكلفه. النهارده الخامات اللي بنستخدمها فيها ارخص بس التكلفه ممكن تبقى في عمليه التصنيع. احكي لي بقى في عجاله كده المشروع ال 10 مليون جنيه دول جم ازاي؟ انا سمعت القصه دي وجاي ابارك لك. الله يبارك في حضرتك. هو المشروع خاص بتحالفات قوميه. التحالف ده هدفه الاساسي اللي وضعته الاكاديميه ان يبقى في تكامل ما بين المراكز البحثيه والجامعات والصناعه. من خلال النهارده عندنا مشكله كبيره في مصر، انت لو حضرتك عايز تروح تجرب حاجه في مصنع، المصنع عنده ان هو يريسك او يغامر بتكاليف وخامات ووقف خط انتاج بقت مشكله كبيره. صح. النهارده الدعم اللي موجود بقدر اقول للمصنع وقف المكان بتاعك، انا هجيب لك الخامات، هجيب لك المصاريف بتاعه التشغيل وجرب الاتجاه الجديد. فالنهارده ما بقاش عنده وتم تخصيص الميزانيه بال10 مليون بالفعل يعني. بالظبط. وعندنا الشركه وابتدينا فعلا بنعمل تعاون مشترك في بعض المنتجات. بالتوفيق ان شاء الله. دكتور تامر حموده نشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل داليا سليمان خريجة جامعة نيو ساوث ويلز باستراليا تخصص علم نفس، حصل على ماستر حول مرض التوحد من جامعة برمنغهام، أسست الجمعية المصرية للتوحد عام 99 وترأس حاليا مجلس إدارتها. إنجي مشهور من محافظة القاهرة أحد المؤسسين لمؤسسة قدرات أبناء مصر لذوي الاحتياجات الخاصة. والد الطفل لديه توحد، تعمل في مجال الاحتياجات الخاصة منذ 8 سنوات، ساهمت في تنظيم العديد من حملات التوعية بالتوحد.